عايز اتعرف عليك، عايز اعرف ايه اللي خلاك اتجهت لمنطقه النوباريه، ليه الزراعه من قطاع البترول؟ اشرح لنا، قول لنا عملت ايه، وصلت لايه النهارده؟ انت بقالك 9 سنين دلوقتي في القطاع الزراعي. من 2015 ليه بقى؟ او 2016. انا كان والدي الله يرحمه كان في المجال ده، عليه رحمه الله، في محافظه البحيره. بالظبط. فكنت بروح مزارع يعني. بالظبط. بيزرع من زمان يعني، هو كان عصابي وكان بيزرع من زمان، بس الفكره كلها ان طبعا في التسعينات لحد اخر التسعينات وفي اول الالفينات كان موضوع الاستثمار الزراعي ما كانش منتشر زي دلوقتي، ولا كانت الدوله برضو مسانده زي دلوقتي. الوضع دلوقتي وضع كويس جدا يعني، في استثمارات في كل حته، في محافظات جديده بقى زي الوادي الجديد، زي الاسماعيليه، زي مشروع مستقبل مصر، في برضه هي أراضي مفتوحة ومجهزة للشباب اللي زي حضرتك بالظبط. فاتجهت بصراحة، دخلت في المجال ده تقريبا 2016. كنت بادئ ببداية صغيرة، بدأ بقى الموضوع تدريجيا. ازاي بدأت ازاي؟ والله بص، أنا طبعا كان أساس الزراعة بطاطس. دخلت في جبت خبرة الزراعة، تعلمتها من والدك، خبرات من والدك. لوحدي واكيد من والدي الله يرحمه، واكيد من ناس برضو في المجال، في البلد، ناس كويسه. استعنت بحد معاك؟ طبعا. استشاريين ودكاتره ومهندسين، كل واحد شغال بمدرسه، وطالما هو شغال بمدرسه ونجح بيها خلاص ما فيش مشكله. كل واحد بقى صاحب مبدا شغال بيه، طالما انت نجح بيه خلاص ما فيش مشكله. طب ايه هي مدرسه ياسر محمود دبال؟ انا مدرستي ان انا الموقع ده 1350 فدان، دي اكبر مساحه زرعتها لغايه النهارده، مش كده؟ بالظبط. كل سنه بتطور طبعاً. او بتزود مساحه. انا كنت بادئ بمساحه صغيره، انا كنت بادئ بحوالي مثلا 100 فدان او حاجه زي كده. اللي عايز ينجح ما يستعجلش، ما ينفعش ان انت السنه دي اشتغلت تيجي السنه اللي جايه هو نفس الشغل بتاع السنه دي هو السنه اللي جايه، لا، انت لازم تطور من نفسك. انا شخصيا لو ما طورتش من نفسي كل سنه بحس ان في حاجه غلط. طب يعني ايه تتطور من نفسك؟ فهمنا. يعني انا دلوقتي مثلا زرعت السنه دي المساحه دي 1350 فدان، في حاجة وقعت مني يعني دلوقتي، في مثلا حاجة غلطت فيها، حاجة كانت في محصول مثلا لأول مرة زرعه السنة دي الجزر. يعني أنا بقالي 9 سنين بزرع بطاطس. الحمد لله كويس جدا في البطاطس، وليا مدرسة ناجحة جدا فيها. والفاصوليا يعني. هي ما شاء الله، الله أكبر عليك، يعني محصول وقعت جدا، فلوس كويسة جدا، ولكن ليه زرعتها هنا؟ والله هو بعد أنا كنت زرع قبليها محصول بطاطس شتوي، وبعديها على طول كان انسب وقت للارض في الوقت ده كان هي الفاصوليا. بتستغل المواسم؟ فبراير ولحد نص مارس مثلا، هي 90 يوم تقريبا، مش كده؟ 90 يوم بالظبط. فقلت تخطفهم في الفاصوليا. وسعرها حلو وهتجزي معاك جدا. كويس ان شاء الله. لغايه النهارده ياسر محمود دبان بعد 9 سنين ما زال بيؤجر اراضي، صح ولا لا؟ تمام. المناطق اللي زرعت فيها ايه اولا؟ والله في مدينه النوباريه، في وادي النطرون، لسه بقى ان شاء الله باذن الله الموسم الجديد باذن الله في موقع باذن الله هناخده في الاسماعيليه، وفي احتمال ناخد ارض جديده في الوادي الجديد ان شاء الله. طيب انت النهارده الايجار بتاخد الفدان ب 26000 جنيه في المساحات الكبيره دي، هتلاقي نفسك دافع ارقام كبيره جدا. بالظبط. ولازم تحملها على تكلفتك. بالظبط. صح ولا لا؟ ده حقيقي. دراسه الجدوى بتعدها ازاي؟ والله بص، هو كل واحد زي ما قلت لحضرتك، كل واحد ليه مجال، ليه مدرسه شغال بيها. انا مدرستي ان انا شغال يعني انتاجيه عاليه جدا، بحاول ان انا يعني اجيب انتاج اعلى انتاج اعلى مواصفات، اعلى كواليتي تناسب التصدير، لان اغلبيه المساحه اللي احنا بنزرعها بنصدر، وتكون اقل تكلفه. انت اظن ان انت مش بتاع مكتب. لا 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 خالص، يعني انا شايفك ماشي في الزرع وناسي خالص احنا واقفين وعمال تعد في البتاع. مظبوط. فيعني انت طول النهار كده؟ طول النهار كده؟ ما هو اصل النبات ده ما بتكلمش يعني. النبات ده ما بتكلمش. انت النجاح في المجال ده ان انت تفهم لغه النبات ايه. النبات ده محتاج ميه، النبات ده محتاج بوتاسيوم، النبات ده محتاج فسفور، النبات ده محتاج زنك معلم، النبات ده محتاج منجنيز، النبات ده محتاج ان هو يعطش، النبات ده محتاج تفهمه، تصاحب النبات. هو في النهايه ان انت النجاح بتشوف هو محتاج ايه، النبات محتاج ايه، وبتديهوله. يعني انت بتاسس صح؟ طبعا. وبعد كده تراقب اللي يظهر تبدا تتعامل معاه. ما انت لو مش مأسس صح مش هيديلك وقايه ولا مكافحه؟ لا انا بصراحه في الاول خالص كنت الموضوع المكافحه معايا ما كانش بالخبره اللي زي دلوقتي. يعني دلوقتي كان مثلا حاجه زي الليد بلايت في الندوه المتاخره في البطاطس، كان الموضوع في الاول بالنسبه لي صعب شويه. هلا
وخصوصا في المناطق اللي هي رطوبتها عاليه. عايز الحق كل الناس تشتكي، وكانت رش بطريقه اوفر ومكافحه بطريقه مش كويسه خالص، وكانت مصاريف عاليه جدا. دلوقتي انت بتستخدم مبيدات من براندات كويسه، يعني بتختصر بقى على نفسك السكه خالص.